السكن، وفي إطار عملياتي الإسكان الكبرى التي أقرها رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، تم بولاية تيارت توزيع أزيد من 1000 وحدة سكنية من صيغة العمومية الإيجاري والسكن الريفي، يقول سيف الدين بن زرتة. أزيد من 1000 وحدة سكنية سلمت لمستفيديها بولاية تيارت، عملية شملت السكنات العمومية الإيجارية وكذا السكنات الريفية التي تولي لها الدولة عناية كبيرة لتشجيع سكان الأرياف على الاستقرار والاهتمام بالقطاع الفلاحي. أنا فرحانة اليوم بزاف بزاف، ونشكر فخامة رئيس الدولة عبد العزيز بوتفليقة. عندي 13 عام وأنا دافع الدوسي تاعي، والحمد لله فرج لنا ربي. رانا فرحانين فرحة لا مثيل لها، هذه أحسن ذكرى إن شاء الله. سوف نستمر عبر ربوع الولايات من 40 بلدية في عملية توزيع بكل شفافية وبكل صرامة، حتى نعطي لكل ذي حق حقه. ومن هنا إلى نهاية السنة سوف تكون يعني في كل أسبوع توزيع على مستوى البلدية تاع الولاية. وبهذه العملية التي مست أزيد من 20 بلدية تكون ولاية تيارت قد بلغت أشواطا متقدمة في استكمال برامجها السكنية. فيما يخص البناء الريفي حوالي 340 مقرر سوف يوزع لكي نكتمل البرنامج الولائي الذي يقدر ب 37826 إعانة، منها 33700 تم الإنجاز منها و 3017 في طور الإنجاز. فيما تبلغ حصة السكن العمومية الإيجارية المتبقية 6000 وحدة سكنية توزع قبل نهاية السنة الحالية.